اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا بنحاول نقدم فيديو بشكل جديد، اتمنى انه يحوز اعجاب حضراتكم. هبدأ الفيديو بمقولة بيقولها شاعر امريكي من اصل انجليزي اسمه ويستن هيو اودن. ويستن هيو اودن بيقول: نحن الان نعيش في عصر القلق. طب ما دي كلمة عادية وجملة عادية وكلنا عارفينها، يعني ايه اللي فرقه يعني ويستن هيو اودن؟ اعتقد ان احنا كلنا لو دورنا في النت هنلاقي مقولات بترجع للقرن 19 وال 15 والعاشر والقرن الاول الميلادي وما قبل الميلاد، وفي كل وقت بنلاقي حد اكيد اتكلم عن عصر القلق اللي احنا بنعيش فيه. فما بالكم دلوقتي واحنا بنتكلم في سنة 2019 وهي بتنتهي، وبرضو بنتكلم عن عصر القلق، ويمكن يكون مشاعر القلق بتاعتنا زادت. ومش بعيد بعد 100 سنة حد هيتفرج على الفيديو ده هيقول ان في واحد كان اسمه الدكتور شهير طلعت بيقول لنا ان في سنة 2019 ده عصر القلق. لكن في العصر اللي احنا بنعيش فيه، اللي احنا بنوصفه دلوقتي ان احنا عصر القلق وحاسين فيه اننا اضحية واننا كده يعني مغلوبين على امرنا، بتيجي فكرة الشجاعة وبتيجي صفة الشجاعة، وبنحس ان هي دي الصفة او السمة اللي احنا عايزينها ونفسنا ان احنا نتحلى بيها. وبرضو واحنا في ديسمبر 2019 والسنة بتنتهي، بتبقى ناس كتيرة جدا بتيجي في بداية السنة الجديدة بتكتب قائمة بالحاجات اللي نفسها انها تعملها، لكن للأسف الشديد ما عندهاش الشجاعة انها تعملها. وكأن لسان حالها بيقول: لو عندي بس شوية شجاعة أنا كنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. وعلشان كده أحيانا كتير جدا بسبب المخاوف اللي عندنا والقلق اللي عندنا من إن إحنا نقدم على شيء جديد بنخذل أنفسنا بكده، بنخيب نفسينا وبنحبطها، يعني بنجيب إحباط لنفسينا لإن إحنا لم نمتلك الشجاعة الكافية في ان احنا نخلق لذواتنا حياة افضل وحياة فيها احتمالات افضل واحتمالات اكتر. فعلشان كده في الوضع الحالي اللي احنا فيه، اي شخص مننا وهو بيشعر بالجبن او الخذلان انه مش قادر يقدم على تحقيق احلامه، فالمستقبل بتاعنا دلوقتي مش محتاج ان احنا نبص لورا ونعيد تاني افكار الماضي ونعيد تاني الاحداث بتاعته بالمشاعر بتاعته. ليه؟ لأن إحنا ممكن بالفعل نتحلى بالشجاعة، ممكن بالفعل نكتسب صفة الشجاعة، ومش بس نكتسبها، لا دي تبقى خصلة فينا وتنمو باستمرار. يعني مش بس أنا أخدتها في موقف واحد أو استخدمتها في لتحقيق هدف واحد، لا أنا كمان أنا ممكن أنميها فيا وتصبح دي سمة فيا أستمتع بيها في حياتي. لكن الشجاعة هي مهارة، وفي نفس الوقت بتبقى مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالمشاعر بتاعتنا. يعني الشجاعة والمشاعر ما بيفترقوش عن بعض. هو احنا ليه ما عندناش شجاعة؟ علشان قلقانين. ليه ما عندناش شجاعة؟ علشان خايفين. ليه ما عندناش شجاعة؟ لان احنا بنخاف من العواقب اللي ممكن تحصل نتيجة للقرارات بتاعتنا. علشان كده علشان نتصرف بالشجاعة مش لازم نبص للمشاعر بتاعتنا ونظن انها عائق او حائط بيمنعنا ان احنا نمضي قدما. يعني مش لازم اتعامل مع المشاعر المقلقة بتاعتي والمشاعر الموترة والمشاعر اللي بتجيب لي استرس انها عائق او صخرة لابد لي ان انا اجتازها علشان اتقدم في الحياة. لكن هنتعلم دلوقتي ان احنا نتقدم في الحياة وننطلق للمستقبل بتاعنا اللي مستنينا في 2020 وفيما بعد بشجاعة، مع الكلمة اللي احنا هنحفظها دلوقتي: بالرغم من وجود مشاعر القلق والخوف والخجل والذنب وكل ما نوعية المشاعر السلبية اللي بتعوقنا ان احنا نتقدم. يعني احنا هننطلق في الحياة وإحنا عندنا مشاعر القلق والخوف، هننطلق في الحياة بالرغم وبالعند في مشاعر الخجل أو مشاعر الذنب أو أي مكانة المشاعر السلبية اللي منعاني دلوقتي واللي حبساني دلوقتي. هنتعرف دلوقتي على شوية خطوات وتكتيكات هتحاول إنها تساعدنا يعني إن إحنا
نتعامل مع المشاعر السلبية دي، مشاعر القلق والخوف والخجل والذنب، ونشوفها إزاي إنها بالرغم من إنها عايشة معانا ومعششة جوانا إلا إن إحنا هننطلق. بس قبل ما ننطلق محتاجين نعرف الدور اللي بتلعبه المشاعر في حياتنا، ونميز بين المشاعر اللي بتساعدني إن أنا أتكيف وأتأقلم مع التقدم اللي بيحصل في الحياة، والمشاعر اللي بتمنعني أو بتعوقني إن أنا أتقدم في الحياة، أو اللي إحنا بنسميها الأدابتيف إيموشنز والمال أدابتيف إيموشنز. الأدابتيف إيموشنز المشاعر اللي بتساعدنا على التكيف والتأقلم، والمال أدابتيف إيموشنز المشاعر اللي بتعوقني عن التقدم. لأن من خلال لما أنا أفهم الدور اللي بتلعبه المشاعر في حياتي، هفهم إزاي إن العلاقة مع المشاعر الموترة بتخليني أو المشاعر السلبية بتخليني واخد الجنب بتاع الجبن، والجنب بتاع التراجع، والجنب بتاع الانهزامية، وليه أنا محتاج لبديل يطلعني لقدام ويحركني بقوة وبشجاعة. فالمشاعر بتشكل دور أساسي ومحوري في توجيه انتباهنا وتشكيل وعينا وإدراكنا وتنظيم الذاكرة بتاعتنا، ودفعنا باستمرار للتحرك قدما وأن نتعلم بلا هوادة كما تطالبنا الحياة. الفقرة اللي فاتت كانت أنا مقتبسها من كتاب اسمه Constructive Psychotherapy، ومن أيام اليونانيين القدماء وعلى رأسهم أفلاطون ولغاية دلوقتي وكل الفلاسفة وكتير من طبعا المختصين بعلم النفس وصفوا المشاعر بأنها الجزء الجامح والحيواني من حياتنا الإنسانية. يمكن تكون اللفظة دي قاسية شوية، بس في النظر في الـ في الـ في الـ في, الـ في يعني في اللفظة دي القاسية إنها الجزء الجامح والحيواني من حياتنا الإنسانية، بنقدر نشوف إن المشاعر هي المتسبب في إن إحنا نفقد هدوءنا الداخلي، وإنها بتمنعنا من إن أنا آخد أحيانا قرارات عقلانية. فمهمة أهمية المشاعر إنها ممكن إنها تتحرك بشكل أسرع من القدرات العقلية بتاعتي. يعني المشاعر السلبية أو المشاعر المؤلمة بتتحسس الخطر قبل العقل. ممكن يبقى فيه مشروع معين أو هدف معين أنا عايز أقدم عليه، قبل ما أنا أحسبه أول حاجة هتيجي في ذهني الخسائر اللي هتحصل من القرار ده، أول حاجة هتيجي في ذهني السخرية اللي أنا هحصل عليها من الناس، أول حاجة هتيجي في وجداني المشاعر اللي هتخوفني من أنا أنطلق قدما في الحياة. يعني المشاعر بتتحرك بسرعة أكبر من سرعة القدرات العقلية بتاعتنا. في كتاب تاني كتبها دكتورة ليزلي جرينبرج اسمه Emotion Focused Therapy، ونوعية الكتب اللي بتعتمد على علاج المشاعر أعتقد أنها بتستهويني أنا على المستوى الشخصي، ويمكن تستهوي كتير مننا. بتقول دكتورة ليزلي جرينبرج في الكتاب بتاعها اللي هو Emotion Focused Therapy إن الوظيفة الطبيعية للمشاعر هي التعامل السريع مع المعلومات التي تظهر في المواقف المعقدة من أجل إمداد الشخص بتقييم لرد فعله ولمساعدته في اتخاذ فعل سليم. يعني هي برضو بتقول نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، لكن المشكلة بتاعتنا بتطلع من إن احنا بنتصارع مع المشاعر المال أدابتيف، المشاعر اللي ما بتخلينيش أتكيف وأتأقلم وأزدهر في حياتي. ويصبح كده جوه الإنسان كأنه في كائنين جواه، في الكائن اللي نفسه يحقق قائمة الأهداف بتاعته وقائمة الطموحات بتاعته، والكائن التاني اللي هي المشاعر اللي بتقلل من شعورنا بذاتنا وبقيمتنا، أو بتقلل أو بتحبطنا في إنك لا بتقولك بتقلل من قيمتك، تقولك أنت مش هتقدر تعمل الموضوع الفلاني، لا أنت خليك كده أحسن، ليس في الإمكان أبدع من مكان. وبرضو بتقول الدكتورة ليزلي جرينبرج في نفس الكتاب Emotion Focused Therapy، فهي المشاعر لم تعد تساعد الشخص على التعامل بفاعلية بناءة في المواقف التي تواجهه، بل أصبحت تعوقه أيضا في أن يؤدي بكفاءة في الحياة، والسبب في ذلك يعود إلى ردود أفعال متداخلة على خلفية خبرات سابقة مؤلمة. ممكن الإنسان بيفشل في تحقيق هدف معين أو لم يوفق في مجال معين من مجالات الحياة، فبسبب الخبرة المؤلمة دي يجي يقدم على هدف جديد أو بيقدم على فكرة جديدة
تطلع الخبرة القديمة ويطلع الموقف القديم والمشاعر اللي صاحبته. وساعتها بقى لما أول كلمة تتقله من المشاعر المالأدابتف بتاعته، أحسن تفشل تاني، أحسن ما تتوفقش تاني، أحسن ما تنجحش، أحسن يضحكوا عليك زي ما ضحكوا عليك زمايلك في أولى ابتدائي، وهكذا. المشاعر السلبية دي بقى الإنسان علشان يتعامل معها بيتعامل معها من خلال طريقتين. أول طريقة هي دي ترجمتي أنا للكلمة، اللي هي reasoning، إن أنا أعقلنها أو إن أنا أفكر في المشاعر دي. والطريقة التانية هي إن أنا أكبت المشاعر. يبقى في طريقتين في العادة الإنسان بيتعامل بيهم مع المشاعر السلبية دي. أول طريقة هي إنه يعقلن أو يفكر في المشاعر دي، يعني بيطلعها على السطح ويحاول إنه يعقلنها أو يفكر فيها. أو الطريقة التانية إنه يكبتها ويدفنها جواه. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، الطريقتين متعارضتين ومتناقضتين تماما مع الرغبة في إن أنا أنمي الشجاعة بتاعتي كمهارة وصفة. ليه؟ لأنهم بيتعاملوا مع المشاعر السلبية وكأنها حوائط أو عوائق لابد إن أنا أنط من فوقيها أو أتغلب عليها قبل ما أنا أخد أي تصرف أو أنحى أي منحة في الحياة علشان أفتح أفاق جديدة. يعني لما أنا أفكر في المشاعر السلبية بتاعتي أو لما أنا أكبت المشاعر السلبية بتاعتي، بحس كده أني أنا مش هحقق حاجة في حياتي قبل ما أنا أتغلب على مخاوفي، مش هحقق أي حاجة في حياتي إلا لما أدفن المشاعر السلبية دي. فكأنك كده بتقول قبل ما أنا أحقق الهدف لابد أني أنا أتغلب على العائق اللي عندي. لما قبل ما أنا أحقق طموحي في الحياة أحاول أني أنتصر على المشاعر السلبية. ليه؟ لأن إحنا لو عملنا الطريقة الأولى وهي إن إحنا فكرنا في المشاعر بتاعتنا السلبية، بندرك إن مشاعرنا دي مش ماشية مع الواقع بتاعنا ومش متوافقة معاه. بنحس كده إن إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم معاها، يمكن يقدر العقل الواعي بتاعي إنه يسيطر عليها. يعني بفضل كده أتكلم مع نفسي، طب أنت خايف من إيه؟ هو معنى ان انت فشلت قبل كده معناها انك هتفشل كل مرة؟ طب افرض ده فشلت، ما مش مشكلة، ما هو انت هتنجح المرة الجاية، وهكذا. فبفضل ادي لنفسي حوار عقلاني مع المشاعر بتاعتي على امل ان العقل الواعي بتاعي يسيطر عليها. ولما بيسيطر عليها انا بعتقد ان انا في الحالة دي انا ممكن انطلق. لكن للأسف الشديد المشاعر من النادر جدا التحكم فيها بأفعال الإرادة المطلقة. يمكن الكلام ده يضايق الناس بتوع العلاج المعرفي السلوكي أو CBT، بس أنا أحيانا كتير جدا بحس إن الكلام ده حقيقي، وهو إن فكرة إن العقل الواعي أو إن الإرادة الحرة بتاعتي هتقدر تتغلب أو تعقل المشاعر السلبية اللي عندي أو إنها تسيطر عليها علشان تنطلق في الحياة، في العادة ده مش بيحصل. لأن في الأغلب إن المشاعر القوية هي اللي بتسيطر على تفكيرنا وبتشوش عليه، وبيبقى تفكيري كده مفهوش سلاسة ومفهوش صفاء أو نقاء. وفي برضو للناس اللي بتحب المقولات أو الكوتس بتاعت المشاهير، في كوت لطيف جدا بيقوله واحد اسمه ألكسندر بوب، بيقول إن العاطفة الحاكمة تقهر العقل والمنطق. يعني العاطفة بتغلب العقل والمنطق. علشان كده أفكارنا لوحديها من النادر جدا إنها تقوم بتحريرنا من المشاعر. يعني من الصعب جدا إن الأفكار لوحديها تقدر تسيطر على المشاعر بتاعتنا. أحيانا كتير جدا بتبقى مشاعرنا هي الأقوى وهي المسيطرة على حياتنا. فلما بتفشل الطريقة الأولى نروح نفكر في طريقة تانية، وهي إيه؟ إن إحنا نكبتها أو نخبيها، ما كأنها مش موجودة في حياتنا. الفكرة دي في البداية بتديني كده شعور لذيذ بالراحة، وكأن المشاعر دي مش موجودة في حياتي، يعني مش واعي ليها، مش ببقى واعي ليها، لكن أنا ببقى كبتها. زي ما أنا قلت بدي في البداية بتديني شعور كويس بالراحة، لكن على المدى البعيد وعلى المدى الأعمق مكبت المشاعر مش بيخليها يعني أنا تخلصت منها، لا بالعكس، دي بقيت مزروعة
بعمق وليها جذور في عقل اللاواعي، وللأسف الشديد ممكن تبقى صفة شخصية فيا وكأني توحدت معاها. يعني لما أنا بأكبت المشاعر بتاعتي السلبية أو مشاعر القلق والخوف والإنهزامية أنا بأتوحد معاها، زي بيقول كده برضو في كتاب Fear of Life أو الخوف من الحياة ألكسندر لوين، بيقول كده إن كبت مشاعرنا لا يجعلها تغادرنا بل يزرعها عميقا في وجداننا اللاواعي، وبذلك نتوحد معها. كده احنا بقينا متوحدين معها للأسف الشديد. فلما انا بكبت مشاعري داخليا ووجدانيا بشكل عميق كده وما بقاش واعي ليها، انا مش بلغي التأثير بتاعها، بالعكس تماما، لا ده انا بتوحد معها وممكن كمان تتحول عندي لأعراض جسمانية، وده بنشوفها كتير جدا في الأمراض النفس الجسدانية. فبدل ما أنا مثلا تيجي الستة أو يجي العميل أو العيان يقول لي أنا غضبان مثلا، يقول لي لا أنا عندي شد عضلي مزمن، عندي صداع نصفي، ويبتدي يكشف عند دكاترة البطنة. بدل ما أنا أشعر مثلا بالقلق والتوتر والخوف، أكبت المشاعر دي فتتحول عندي بقى الأعراض بقى في اضطرابات في الجهاز الهضمي ومش بنام. والمشكلة الأصعب في كبت مشاعرنا هي إنها بتخلق حاجز جديد بيمنعني إن أنا أحقق هدفي أو أحقق طموحي. يعني الكبت حول المشاعر السلبية اللي عندي الأعراض الجسدية، فبقى عندي قلة نوم وبقى عندي شد عضلي وبقى عندي صداع نصفي، ودول الأعراض الجسدية في حد ذاتهم بيمنعوني إن أنا أركز في المشروع بتاعي أو بيمنعوني إن أنا أركز في أحلامي وطموحاتي، فبيبقى عندي عذر بس يعني بتلكك أصل أنا تعبان، أصل أنا مرهق وده حقيقي، أصل أنا مش بنام ليا فترة طويلة ومش قادر أركز في أي شيء. طيب دلوقتي بقينا إحنا في مشكلة، إذا كانت العقلنة أو التفكير في المشاعر أو كبتها ما محلوش القصة دي، ولسه أنا معرفتش أنطلق في الحياة ومعرفتش أتعامل أو أني أحقق أهدافي وطموحاتي، طب إيه البديل؟ البديل محتاج كده أن إحنا يعني إيه نتعلمه بشويش ونركز فيه ونحاول أن إحنا يعني نمارسه في حياتنا ونشوف النتيجة بتاعته تبقى إيه. أول حاجة يعني يمكن الطرح ده مش كل الناس بتتفق فيه، لكن نجربه، يعني نجرب الطرح ده ونشوف يوصلنا لفين. أول حاجة إنك لازم تلاحظ المشاعر بتاعتك، يعني أنت بتقدم حطيت قائمة أهداف وحطيت حلم معين بتسعى إلى إنك تحققه، إيه المشاعر الأول مشاعر جات لك منعتك إنك تحقق الحلم ده أو الهدف ده، وتوصف المشاعر دي وتحط لها كده ليبل أو عنوان أو يعني إيه ليها مسمى، تقول كده أنا حاسس بالقلق، لا أنا خايف، لا أنا غضبان، لا أنا هتكسف، لا أنا خايف إن أفشل. الطريقة دي شكلها بسيط، فإحنا هنلاحظ المشاعر بتاعتنا ومش هتكلم معاها ومش هحاول أدخل في حوار عقلاني معاها، وفي نفس الوقت أنا هقدر تماما المشاعر بتاعتي، يعني أنا مش هكبتها أبدا، بالعكس أنا هديها هوصفها التوصيف المظبوط وحط لها اليافطة بتاعتها. برجع تاني للكتاب بتاع دكتور ليزلي، بيتكلم على ان في ابحاث كتيره جدا اظهرت ان وصف المشاعر labeling emotions بمعنى انك بتحط المشاعر بتاعتك في كلمات واضحه يساعد في تخفيف حده الشعور بها. يعني مش كل حاجه انا متضايق، مش كل حاجه انا مقرف، مش كل حاجه انا زهقان، لا انت محتاج انك توصف المشاعر بتاعتك، يعني الخوف غير القلق غير الغضب غير الياس غير الانهزامية، لا دي كل واحدة منهم ليها المشاعر بتاعتها. علشان كده لما انت بتوصف المشاعر بتاعتك وتحط لها عنوان خلاص بيبقى فيها ليها مردود في نشاط المخ، في جزئية في المخ اسمها الأميجدالة، بتقل الاستثارة بتاعتها. يعني لو انا عندي مثلا مشاعر غضب او مشاعر خوف وما عبرتش عنها، الأميجدالة او النشاط بتاع المخ هنا بيبقى مستثار بزيادة، في حين ان انا لو وصفت مشاعري وحسيت بيها وعبرت عنها، النشاط بتاع الأميجدالة او النشاط بتاع اجزاء المخ المختصة بالمشاعر السلبية دي هتبتدي
تقل الاستثارة بتاعتها وهتبتدي تقل إحساسنا بيها. علشان كده بعد ما احنا نوصف مشاعرنا ده بيخلينا احنا في وضعية أفضل بمراحل، لأن لو كانت مشاعرنا متأقلمة وإيجابية يعني أدابتف ما عندكش أنت أي مشكلة أنك تقدم على أنك تحقق الهدف بتاعك، لكن لو المشاعر بتاعتك مشاعر سلبية وخوف وإنهزامية وقلق بلا أدنى شك بلا أدنى شك أول حاجة هتقولها لك يا عم أنت مالك، أنت إيه اللي يجيبك في الموضوع ده، لا استخبى أو بالإنجليزي كده اعمل نوع من أنواع الأفويدنس وإنك تتحاشى وتتجنب الموضوع ده. وكل واحد بعد كده ساعتها يفضل قاعد في الكومفورت زون بتاعه أو المنطقة الراحة بتاعته، وشيء طبيعي طبعا احنا مش محتاجين نسمع للمشاعر السلبية دي. نرجع تاني لموضوع الشجاعة بعد ما احنا اتكلمنا في القصة دي، يعني نعمل ايه؟ نعمل الشجاعة، نعمل عكس المشاعر السلبية، يعني هتحرك زي ما قلت في بداية الفيديو بالرغم من وجود المشاعر السلبية بتاعتي، بالرغم من ان انا لم اتخلص منها، بالرغم من ان انا يعني اتكلمت معاها وفشلت. علشان الشجاعة في جوهرها اساسا هي القدرة على اتخاذ فعل او قرار في مواجهة عواصف الشك التي تثور في داخلنا. علشان كده كل ما كانت في مشاعر سلبية كانت في قدامنا فرصة ان انا اخذ قرار شجاع وان انا اتصرف بجرأة، يعني بالرغم من مشاعر الشك اللي جوايا وبالرغم من مشاعر البركان الخوف اللي جوايا انا هاخد القرار وانا ساقدم عليه. ونجرب، يعني نجرب كده انك بالبلدي كده هتحترم المشاعر السلبية اللي عندك، مش هتكبتها لان احنا قلنا الكبت ده شيء مش كويس، وفي نفس الوقت انت مش هتتحاور معاها، لكن مهم انك تديها وصف وتديها عنوان، وبعد ما تديها وصف وعنوان اقدم على المشروع بتاعك، ابتدي فيه وابتدي كده ممكن بخطوات بسيطة وانت محترم مشاعر الخجل اللي جواك. ابتدي كده باول خطوة في مشوار الالف ميل وانت خايف من الهزيمة ومن الفشل ومن الانكسار، خطوة ورا التانية خطوة ورا التانية، وكل ما انت بتطلع من الكومفورت زون بتاعك ويا سلام لو انت عملت خطوة واحدة كده، يعني كل يوم بتعمل خطوة واحدة بس، مرة ورا التانية بتكتشف انك تقدر تحول المشاعر السلبية بتاعتك من كونها عائق لتحقيق ذواتنا الى ان احنا هنصبح بالفعل قادرين على تحقيق ذواتنا. واحدة ورا التانية شيء طبيعي المشاعر السلبية دي بتبتدي تقل الوتيرة بتاعتها، وبحس ان انا اللي مالك زمام امر حياتي، مش المشاعر السلبية دي ومش الكائن السلبي اللي موجود جوايا. هنستمر في التمرين بتاعنا ده، نعرف المشاعر بتاعتنا، نوصفها، نقبلها، مش هنكبتها، مش هنتحاور معاها واحدة ورا التانية، مش هخلي المشاعر دي سلسلة مأيداني، بالعكس انا هتخذ قرارات شجاعة بالرغم من وجودها، يعني هنتعلم فن الشجاعة، او بيقول الكاتب الشهير مارك توين الشجاعة هي مقاومة الخوف، هي السيادة عليه وليست غياب الخوف. يعني مهم انك تحترم الخوف بتاعك، تحترم الخجل بتاعك، تحترم المشاعر اللي تسببت فيها الخبرات السابقة، لكن ستسود عليها، هتاخد قرار عكس المشاعر دي. كل اللي عليك انك تبدأ، كل اللي عليك انك تبقى تاخد القرار وتقوم بيه دلوقتي واحنا بنتكلم. مرة والتانية هتلاقي نفسك انك بتقفز قفزات ثقة كبيرة جدا في الحياة. الفكرة دي يعني زي ما انا قلت عجبتني، يمكن علشان لمستني على المستوى الشخصي وانا استفدت بيها. برجع تاني واكد انك لا، انطلق وانت خايف، انطلق ودوس على دواسة البنزين بمنتهى القوة وانت يأسان، انطلق وانت قلقان ومتوتر وغضبان وكل المشاعر السلبية دي، واوعى تستنى انك تشفى من هذه المشاعر او انك تدخل معاها في حوار عقلاني كده منمق منطقي او كده،
لا انطلق في الحياة ونشوف بعد شوية حجم المشاعر اللي كانت مسيطرة عليا في بداية السنة بقى حجمها ايه في اخر السنة. شكرا لحضراتكم وسلامتكم ألف سلامة، وكل سنة وحضراتكم طيبين مقدما. سلام.